والله ما هو الدولار مثلا نزل، بس مهما ينزل التجار نفسها جشعة، مفيش حد هينزل حاجة. ماشي، ده طبيعي. بعد كده يرجع يقول لك ايه ده الحكومة بتعمل ولا الناس ولا كده، مفيش فايدة. الغلاوة اللي بيطلع ما بينزلش، شوية من الحكومة وشوية من التجار. هضحك عليك لو قلت لك لا ده الحكومة كويسة وبتراجع وبتعمل، لا مفيش الكلام ده. ده شيء يبشر ان ممكن يبقى فيه انخفاض، بس اعتقد انه هيبقى الفترة بس الدولار هيبقى يعني كده وهيرفع تاني والسلع هتترفع تاني. هو ان شاء الله في خلال الفترة اللي جاية ديت الدولار هينزل وبزيادة كمان، والسلع كمان هتنخفض. شايف السلع هتنزل والدولار نزل دلوقتي ب 8 جنيه؟ هينزل بس هو بالتدريج، لان العملية اللي احنا بنعملها دلوقتي هي عملية صعبة يعني، وصعبه هي كانت المفروض كانت تتعامل من فتره فاتت يعني، من سنين مش من الايام دي. العمليه اللي هي عمليه رفع الاسعار والاقتصاد المضغوط والحاجات دي كلها كانت المفروض اتعملت من الاول. اللي بيغلى ما بيرخص تاني، ممكن تثبت لكن ما ترخص، لكن ان اسعار تنزل تاني لا استحاله طبعا. طب ليه انت شايف ليه كده؟ هي مصر كده، الحاجة بتغلى فيها ما بترخص تاني. هتيجي السلع قبل كده غليت ورخصت. حضرتك شايف السبب فين؟ ايه؟ السبب جشع. جشع مين؟ جشع التجار وجشع مجلس الشعب وجشع وزراء، كله جشع على بعض يعني. بسبب التجار. التجار هم اللي بيغلوا، هم اللي عندهم المنظومة اللي عمر ما حاجة رخصت في البلد. أي سلعة. من زمان لغايه دلوقتي عمر ما السلع رجعت تاني. هو بالطريقه دي ممكن الاسعار تقل، لان اي شيء مرتبط بالاستيراد بيبقى غالي يعني. حتى لو في اي سلعه وفي جزئيه بسيطه بيتم استيرادها فبتكون نتيجه ان هي بتزيد، فبالطريقه دي ممكن تقل شويه عن الاول. والله بالنسبه للاسعار ما تطلبش لا دولار ولا عمله صعبه، هي العمليه عمليه اداره، لان المحتكرين المتلاعبين ببيوت الشعب المصري موجودين على الارض، بيسببوا في حاله هلاك للاسعار كما يشاؤون. لو حصل من الدوله المنوطه والقائمين عليها برقابه شديده وبرقابه حاسمه وراضعه لكل من يتاجر ببيوت الشعب المصري ويتلاعب ببيوت الشعب المصري، فالاسعار تنزل في الحد ادنى يعني. لكن هو الحمل عامه بيرجع لرجال الداخليه شغالين على ارض الواقع. صراحه الواحد يقولها جمله وتفصيله، شغالين على ارض الواقع بمنتهى الشرف وامانه، لكن المسؤوليه تقع اكثر على المسؤولين لان ما عندهمش حاله اقتصاديه، لن يعلموا شيئا بالاقتصاد. وانا اسال رئيس الوزراء وعمال يجيب لي بيدور لي على وزراء، ما فيش وزراء يجوا لك وانت اصلا ما عندكش رؤيه، ما عندكش اداره لشؤون البلد. انت لو لديك اداره حقيقيه لكانوا يجروا وراك وزراء من جميع الكفاءات ويلتحموا معاك، لكن ما حدش عايز يلتحم معاك لان شايف ادارتك لا تصلح بالشعب المصري. ان شاء الله في نظره تفاؤليه لكل الحاجات المرتبطه بالدولار في استيرادها انها تقل، وان شاء الله لو الجو فضل على كده هتقل بزياده كمان. كل ده كده وبيضحكوا على الشعب خلاص. ما هو دي بروجرام ده بيعملوها اوانتا زي ما انت شايفه، كلهم بيضحكوا عليه، كل اصل اللي ايده في النار مش زي اللي ايده في الميه. متفائلين خير ان شاء الله.